مساء الخير جميعا، مساء الخير لكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون رسمية سهرة وسحور. اليوم معكم في حلقة جديدة من حلقاتها اللي متواصلة معكم طيلة الشهر الفضيل، كل ليلة سبت 2 و4. نعيد على الناس اللي انضموا لنا في الحلقة الثالثة اللي ما شفوناش خلال الحلقات اللي ماضية، نقول لهم مرحبتين بكم، وكل اللي انضموا لنا أيضا من اللي كانوا متابعينا في الحلقات اللي فاتوا نعيد عليهم من جديد ونقول لكم رمضانكم مبروك وكل سنة وانتم بألف خير. حلقتنا اليوم فيها مجموعة من الضيوف اللي حينورونا كالعادة وحيكونوا محور حلقتنا لهذه الليلة. نرحبوا بالشيف صلاح خليل. محمد سلمك، مرحبتين بك ضيوفنا الكرام. صح فطورك؟ سلمك ربي يحفظك ان شاء الله. وصح فطور كل المشاهدين. مازال السباق الرمضاني مستمر على الشاشات الليبية والعربية في مجموعة كبيرة من الأعمال قاعدة تشد في الانتباه خلال هذه الأيام. طبعا موضوع المشاهدات هذا هو اللي يحكم في الفترة الأخيرة، أن كل واحد مدبين هو يستحوذ على أكبر قدر من المشاهدين. اليوم شفنا ماستر سين للفنان القدير الأستاذ صلاح الأحمر في مسلسل السرايا، الكل أشاد بأدائه من خلال المشهد اللي تقدم اليوم من خلال الحلقة. طبعا كل حلقات جميلة جدا، التصوير الإضاءة الإخراج كل كاست العمل اللي نهنوهم على هذا العمل، لكن اليوم اللي شد المشاهدين المشهد اللي كان من أداء الفنان القدير الأستاذ صلاح الأحمر، فنمسوا عليه ونقول فعلا اليوم كان الماستر سين للحلقة أدائك من خلال المشهد اللي قدمته اليوم. أيضا ما زالت البرامج الأخرى تتنافس، شط الحرية محقق نجاح ومشاهدة كبيرة، مسلسل في منها قاعد يحقق في نجاح على التلفزيون الرسمية، المسلسل اللي تنفرد به شاشة التلفزيون الرسمية. من الأعمال العربية احنا قلنا أيضا حنكون مطلعين على بعض المسلسلات العربية اللي قاعدة تقدم على الشاشات العربية. مسلسل فاتن أمل الحربي، المسلسل اللي نقدر نقول عليه كان نقلة السنة هذه، شد المشاهدين من أول حلقة لدرجة أن المجلس القومي للمرأة في مصر يتفاعل مع المسلسل من أول حلقة ويعدل قوانين تخص المرأة في مصر. علاش غير المجلس القومي بعض القوانين؟ طبعا لأن المسلسل يناقش قضايا المرأة، تحديدا المرأة المطلقة. حنواكبوا أيضا الأعمال الأخرى خلال الحلقات القادمة ونشوفوا شن قاعد يصير في الأعمال العربية والليبية. من الأعمال المحققة مشاهدة عالية السنة هذه في برامج لشباب، شفناهم السنوات اللي فاتوا في برنامج قصة لاعب، والسنة هذه عندهم 3 برامج عليه شاشة التلفزيون الرسمية. حنطلع مع بعض لفاصل نشوفوا من خلاله برومو لأحد برامجهم ونرجعوا نستقبلوا ضيوف حلقة الليلة من سهرة وسحور. عظيم ورهيب للاعبين خاصة في المطار. جيب طيب، جيب عمي صالح توزيع. المنتخب الأول مع السداد العموش كان عمري 17 سنة. محمد مرتاح. عنده خبرة ولا لا؟ ما عنديش خبرة بس شاطر محمد. كانت مش صعبة، كانت وإن شاء الله بإذن الله تكون أسهل. 60,000 3 ساعات نزلوا، شو السبب هكذا؟ ممكن سوء تفاهم أو شيء شخصي. ما نلعبش بشكل رسمي. باش ما يقولوش أنا جامل وواحد، فهمتني؟ سببت لي مشكلة كبيرة. حط تشكيلة كويسة وبإذن الله حطيت لها تشكيلة مضادة ليه. منها أنا عقدي منتهي فترة ديكا يعني. بالعقد الأخير كان رقم كبير. قبل ما يتوفي عقد ما كنت في تونس. يعني كان ديما سهل يعني، بالعكس ديما نتمنى ان ما يكون لاعب موسم استثنائي، وحتى الاداره ما قصرتش، حتى هم كانوا عندهم موسم حتى هم استثنائي داروا اللي عليهم على اساس بدي ناخذ اوراقي، فكنت واخذ منهم مستحقاتي ممكن 160,000. عشر سنين ولا 9 سنين تحصلت علي تتويج، الحمد لله السنة هذه تحصلنا على تتويج. يعني لعب مين يقنعك ترى بحالك؟ والله قبل في نادي المدينة أنا ما كنتش أصلا حارس لكم، كنت نلعب مهاجم، جاي مدرب حراس نادي المدينة مغرب اسمها معروف 3 سنين، أنت عارف قد مكانك بإذن الله تنجح حارس مرمى.
مساء الخير لكل مشاهدينا من جديد، صح فطوركم. كنا نشوفه في البرومو الخاص ببرنامج من برامج الشباب، اليوم ضيوفنا برنامج قصة لاعب. اليوم ضيوفنا في سهرة سارة وسحور شباب أثبتوا وجودهم في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان عندهم برنامج اسمه قصة لاعب تقدم على مدى ثلاثة مواسم. السنة هذه شفناه ما شاء الله في ثلاثة برامج، برنامج قصة لاعب الموسم الثالث، وأيضا برنامج بلاد العز اللي يختص بالسياحة الداخلية السنة هذه، وعرفونا على مجموعة كبيرة من مدن بلادنا الحبيبة ليبيا، وأيضا برنامج ثالث حنتعرفوا عليه في السياق الحديث برنامج مانو. القصة في حلقتنا اليوم إن هم مش مدعين فقط للبرنامج، لكن القصة إن هم أخوت ويقدموا في برنامج مع بعضهم. هذه الحاجة الجديدة اللي موجودة في ضيوفنا اليوم، حنحاوروهم، حيكونوا معنا نجوم هم السنة هذه في رمضان لأنهم محققين مشاهدات عالية جدا في اليوتيوب، ونعرف أن السنوات الأخيرة النجاح في التلفزيون مربوط بالمشاهدات في السوشيال ميديا، فبرامجهم هادفة جدا وقدروا أن يحققوا من خلالها مشاهدات ويتميزوا من خلال طرحهم لتقديمهم في هذه البرامج. نجوم حلقة الليلة الشباب مازن مسعود ومحمد مسعود، مرحبتين بكم وكل سنة وانتم طيبين وصحة سحوركم. الله يسلمك، تحية طيبة لك محمد وللشيف وللسادة مشاهدين قناة الرسمية، مرحبتين بكم وأنستونا اليوم في خامس ليالي رمضان، اليوم خمسة رمضان معنا متأخرة لكن كل عام أنتم بخير وأنت طيب. أكيد بنسينا في كل وقت، وأنتم مرحب بكم في كل وقت. برامجكم الثلاثة تنعرض على تلفزيون الرسمية ومحقق نجاح للأمانة مع المشاهدين، قاعدين الناس تتبع فيها بشغف. حنتكلموا على كل البرامج، لكن حنبدو معكم من رمضان السنة هذه، كيف استقبلتوه خاصة أن أنتم عندكم ثلاثة برامج مع بعض؟ طبعا القصة طويلة، هي في البرامج كان التصوير بتاعنا بدينا ممكن من شهر 8 شهر 8 ما كانش توا، يعني كان استعداد مبكر. طبعا البداية كانت من تركيا، برنامج قصة لاعب استغلينا الوقت ومشينا تواجد المنتخب الوطني، معسكر المنتخب الوطني فمشينا وقتها غادي، وزي ما تقول انت اللاعبين عندنا هلبة محترفين البرة ما نقدروش نجيبوهم ونمشوا لهم احنا في الماكن تاعهم زي في المغرب في الجزائر، فاستغلينا الفرصة مشينا لهم في تركيا وخدينا معهم لقاءات غادي. جميل، يعني البداية كانت من تركيا. البداية كانت من تركيا، بعدين انتقلنا لليبيا اللي هو بدنا احنا نحسوا فيه الحاجة الأسهل. بعد ما طلعنا تركيا شفنا المصاعب غادي وكيف التصوير، واحد جانا لليبيا. انتوا تقريبا الفترة اللي قعدتوا فيها في تركيا تصوروا السنة هذه في شهر 8 الجو كان كويس ما وصق ما لحقناش على الثلج. يعني تو في رمضان مكملين كل تصويركم وقاعدين تتفرجوا زيكم زي الناس؟ لا الحمد لله، لا من فترة هذا البداية المبكرة، لأن في برنامج ثالث صورناه في الأخير كان تو شهر 3 اللي هو مانو، كملناه شهر 3 وقصة لاعب بدا شهر 8 فكملناه تو بكري، بس شهر 11 بدينا في برنامج بلاد لاز. شعوركم وانتم زوز خوت تقدموا برنامج واحد؟ هذه الفكره مش موجوده اعتقد حتى عربيا، مش فيش الموضوع ان زوز خوت يقدموا برنامج واحد. طبعا في البدايه هلبا اشخاص مقربين لينا اعترضوا قالوا ما تجيش زوز تقدموا في برنامج واحد. السنه هي درت لهم زي المسحك بسيطه، قلت لهم ان كل واحد بيقدم السنه هي برنامج بروح، قالوا لي علاش لا كيف خلاص اقعد هم نفس الاولين اللي كانوا يقولوا لي كيف تقول لي علاش ديروا تو في برنامج بروحك؟ في منافسه بينكم لما تقدموا ولا لا؟ يعني من اللي يبي يستحوذ يكون هو مثلا اعلى شويه في الحلقه من اللي يتفوق على الاخر ولا ما فيش في الحوش؟ بس لكن قدام الناس لا، في برنامج قصه لاعب باش نعطيك فكره، قصه لاعب كل واحد حلقه مختص به ضيف بروح، يعني حلقه بحلقه، حلقة هذه وين توجهنا فيها؟ هذه قبل ما كنتوا شكي كنتوا قبل الحلقات مع بعض، السنه هذه اول مره تديروا حلقه بحلقه؟ لا لا هي قصة من لاعب حلقه من الاول حلقه بحلقه. السنه هي في بلاد العز تلاقينا في الموضوع هو، فلقينا رحنا نقدموا مع بعض، نديروا في مقدمه واحده ونقدموا ونحاوروا في الضيف في مره واحده. عاده المذيعين لما مثلا لنفرض ان برنامجي في معي مذيع ثاني او مذيعه، فتحس انه حيكون في منافسه بين المذيعين من اللي بيقدم افضل من الاخر، انتم تصير ما صارتش يعني انتم زوز لا نكون متفاهمين قبل لا انت نكون متفاهمين قبل لا تصير تصير شويه هيك في حد يبي انتم روس راس على راس ولا لا؟ لا لا انا اكبر منك في فرق سن، في فرق سن لكن في ما بناتكم ولا ما فيش؟ لا في ما بناتنا لكن هو قريب لي من فترة قصدي ماهوش من تو، يعني تو محمد الأقرب ليك من باقي خوتك هذا علاش أنتم متفاهمين حتى في هو شوف في ناس لما حتى تشوف فينا حتى الشبه هو مش ما فيش شبه كبير، حسابنا أصحاب ما حسبناش خوت، فتمارين مع بعضنا الخدمة مع بعضنا كل شيء مشترك بيناتنا إن شاء الله نقعد هكي. في حاجة ثانية مشتركة هي النادي الاتحاد
هذه كانت البداية الانطلاقة بتاع الإعلام كانت من نادي الاتحاد. يعني اليوم جمهور نادي الاتحاد كل دعمكم. والله ديما هو جمهور نادي الاتحاد وإدارة نادي الاتحاد ديما يدعم في أبناء الاتحاد أمد فديما موجودين معنا. الانطلاقة كانت حلوة وكانت جميلة، كانت فيها صعوبة لكن الحمد لله مشيت الأمور. شوف، هو الانطلاقة محمد ما كانتش سهلة زي ما الناس تعرف، ان احنا ما عطلناش باش طلعنا تلفزيون. يعني ممكن المفارقة اني قدمت حلقتين بس راديو بعدين طلعت تلفزيون طول. جميل. فما عطلتش هلبة قعدت في الراديو. مازن قدمت راديو ولا لا؟ قدمت راديو نفس الفترة. كنت نقدم في راديو نادي الاتحاد برنامج مختص بالألعاب الجماعية، قدمت فيها أكثر من حلقة، يعتبر كان موسم قصير. بعدين انتقلنا، طبعا نعطيك فكرة لقصة لاعب، هو توليه 3 مواسم، هو كان فيه موسم أول لي، طبعا لو بنحسب الموسم الأول اللي كان على السوشيال ميديا يعتبر هذا الموسم الرابع. اللي كان في موسم تقدم على السوشيال ميديا وما نعرضش تلفزيون. اللي كان في صفحة نادي الاتحاد كان مختص بلاعبين الاتحاد بس. يعني هذا كان خاص باللاعبين ويتبع أصلا لنادي الاتحاد. كان تبع المركز الإعلامي لنادي الاتحاد. فكان إنتاج مركز الإعلامي لنادي الاتحاد، استغلينا الفرصة وقتها في السوشيال ميديا وقدمنا البرنامج، وكان حتى هو رمضاني. اي حلو. باهي تو انتم لما تقدموا، يعني انتم ارتباطكم الوجداني بلاعبين نادي الاتحاد، لما انتم تو تديروا برنامجكم وتستضيفوا فيه لاعبين من نادي الاتحاد من نادي الاهلي، في فرق في هذه؟ خلينا نجاوب على هذه كيف تجاوب على هذا؟ في فرق لما تستضيف لاعب من الاتحاد على لاعب من الاهلي ولا هذه؟ شوف، انا كل ضيوفك اكيد حيكونوا في نفس المعنى. انا بحكم ان عندي صور وعندي ذكريات مع نادي الاتحاد، دائما الناس في التعليقات توري لي فهد يقول لي صورتك انت لابس ما تتحيزش يعني. لا في الشغل، شوف انا في التشجيع هذا عشق من الصغر، صعب انك انت تتخلى عليه، وناش ندخلني للرياضه الا لو ما خشيتش عن طريق نادي الاتحاد. فلما درت البرنامج بامانه، لما نخدم بمهنيه مع الانديه كلها، سواء الاتحاد سواء الاهلي، والبرامج خير دليل. والبرامج خير دليل، احنا نوعه من الانديه ومن الانديه ونحترمه في الانديه ونعطوا على حد سواء. والشيء هو المهنيه اللي في العمل، لحظه لاعب نادي الاهلي، فانا تنستضيف لاعب من نادي الاهلي ما يحسش اني انا نوجه له في سؤال صعب او انا ندير فيه في زاويه ضيقه باش هو يجاوب لي السؤال، انا نبي نطلع منه شيء، لا، فهو مستريح معي. والدليل ان 3 مواسم كانوا معي لاعبين الاهلي في كل موسم، فما فيش لو لنا لاعب يحس بالشيء هذا مش هيجي معك. عادة المذيع الرياضة يكون محترف في أحد الألعاب الرياضية، أنتم محترفين في أحد الألعاب ولا بس تمارسوا مثلا في الرياضات العادية؟ يعني ممكن لا تكون سويدي أو لكن نمارسوا في كمال الأجسام كمال الأجسام معروفة. ما لعبتوش كرة قدم ولا لا سلة؟ لا كرة نلعبوا لكن في سلة الشارع. مش هتكون سلة مش سلة صعبة. فشن صاير؟ لكن عندنا لا حب اللعب كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة نتبعوا فيها ونعرفها والأندية، فهمت؟ فهذه هو أن الألعاب والرياضة بشكل عام نحبوه. أنا الموسم الماضي كان عندي كمال أجسام الكابتن بوجال أبو راس معكم فرزانية، هو طبعا بوجالة. البنية تبان أن أنتم أصلا أوريدي حتى في صفحاتكم على الفيسبوك وعلى الإنستا أنتم من الناس اللي شبه الصبح وليل في الجيم يعني. ايه، والبرنامج في اثناء تقديم قصه لعب كانت باينه الفورمه الرياضيه. الفورمه الرياضيه لحتى اليوم ما شاء الله قاعده من الفورمه. لا ما زال شوي، لا ما في هذيك الفورمه، لكن علينا بتر علينا بلاد العز في التنقلات في السفر ما كناش منضبطين في التمارين. المدن زي الشرق وزي قعدنا في غدامس وفي درج عطلنا هلبة، فما قدرناش نتمرن ونواصل التمارين، حتى الماكله تلبزت. ومع رمضان تو كيف الوضع؟ ولا لا مع رمضان عاد الانضباط، رجعنا التمارين ورجع الانضباط اللي في الاكل. الشيف شباب بيحافظوا على النظام الغذائي بتاعهم، في حاجه ممكن اليوم نحافظوا لهم بها ولا لا؟ هو اليوم هو وكلهم اليوم طبعا انتم الرياضيين تاكلوا في الدجاج والرز. ايوه، وهي أكيد. اليوم وجبتنا الدجاج والرز. خلاص مليح، الله يبارك على جيتنا. لا الاكل الرياضيين معروف يعني. في رمضان السنة هذه تاكلوا عادي، لكن نعرف ان السنة اللي فاتت كنتم داير نظام غذائي مازن. ايه السنة اللي فاتت كان نظام صعب، نظام غذائي صعب جدا. مازن ممكن نحى 30 كيلو ما شاء الله. ايه كان 90 ولا وصل لل 74. فكان سمين. كان 25 كيلو. هو الحق لو محمد ما يتمرنش مش حنتمرن انا. انه هو اللي صر علي اني نمشي مع التمارين. من اللي خلينا نقولوا حريص على الشغل اكثر فيكم؟ والله هو شوف، هو لما نتكلموا مثلا نقولوا مازن محمد
زوز اشخاص كل واحد عنده خصائص. لو واحد منهم وصله منهم تتنحى خلاص العمل حيفشل، لكن لما نقول للزوز مع بعضنا أنا من خلال طبعا مازن صديقي لأن في فنعرف نهدرس مع محمد نعرف بعض، ولكن أول مرة نهدرس معك فترة طويلة اليوم، فحسيتك حسيت محمد ملم بالمواضيع أكثر من مش أنت ملم لا، ولكن هو مسيطر، نحس في محمد إنه هو الدنيا ممتع. لا مش مسيطر، هو الكبير يقول لا شك يعني. محمد تحس إنه هو شغوف لعمله أكثر. أكيد هو يحب العمل بتاعه ومجتهد. أو أنت اليوم فرحان بيه مخليه إنه هو يعطينا جميع التفاصيل. بالنسبة لي أنا نجي حتى خارج الهواء بكري يرى. لا بالنسبة لي أنا مدبية إنه هو يكون ديما في مرتبة حتى أعلى مني، بس إنه هو شني هذه ما هذه من الجواش طبعاً مرات في زميل تاني، لكن لأن أنتوا خوت فالحب هذا بيبان بينكم شو. منا يكون أفضل مني، وطبعاً هو صاير له تطور كبير من موسم الأول ما شاء الله. أنا هذه بنوه عليها إن محمد صير لك تطور ما بين المواسم اللي فاتوا والموسم هو تحديداً يعني. فهمت، فهذا اللي صاير يعني أهم حاجة إنه في تطور. طبعاً محمد راه صغير في العمر يعني، فاحنا نهنوك إنك أنت عمرك صغير وحالياً أنت صاحب ثلاثة برامج في نفس الوقت ما شاء الله يعني. إن شاء الله السنة الجاية نشوفوك في برامج أكثر وأكثر إن شاء الله. هو شوف زي ما قال مازن باش نرد الكلام اللي قاله، هو مازن من الناس اللي دائما حريصة في العمل وحتى دائما يعطي فيه في فرص ويقدم لي حتى في نصايح. الأعمال هي لو ما كناش زي ما قلت أنت خوت راهو في هالبشياء فرقتنا لكن احنا يا خوت قاعدنا مستمرين وان شاء الله مستمرين ان شاء الله. ما نعرفش انه هو رقم قياسي ولا انا وياه تو قدمنا 5 برامج مع بعض ما شاء الله. هل في قبل خوت قدم زوز برامج هنا في الاطار المحلي؟ ما نعرفش هو في الاطار المحلي ما نعرفش اذا كان ممكن سابقا حتى لو حاجه غيبه لدهنا قبل، لكن انتم تعتبروا سابقه ان انتم زوز خوت وتقدموا مع بعض. ايوه طبعا فيها في حاجه حصريه شويه بعد رمضان ان شاء الله على طول عندنا برنامج جديد حتى هو ان شاء الله حيكون برا ليبيا، هيك في نوع جديد وحاجه جديده ونبوا المشاهد الليبي يتبعها. صادق يا ولا ان شاء الله احنا نتمنى لكم ان انتم توصلوا لكل البيوت الليبيه والعربيه. المثل الاعلى يعني عاده مقدم البرامج يكون عنده مثل معين، مثل اعلى في الـ في الـ في المجال اللي هو يقدم فيه. انتم عندكم مثل اعلى في المجال الرياضي اللي كنتوا تتفرجوا عليهم؟ والله شوف بالنسبه للمثل الاعلى انا ما بيش نقول لك مثل الاعلى، لكن احنا الشخص اللي مرجع لينا واللي استفدنا منه هلبة اللي هو استاذ عبد اللطيف الرباع اللي كانت بدايتنا معه واعطانا دوره في جانب التحرير الاخبار والتقارير ولتوا قاعد لما تبت الحلقه نقول لا استاذ شني شلدا اليوم يقول لي لا كذا ونحي ديكا ودير ديكا ماشي الامور يعني وحتى ماشيين بالملاحظات وبشويه بشويه مع احنا. وحتى من الناس اللي ساعدتني في المجال اللي هو عندي صديقي اسمه ايوب الحداد، كانت اول حلقه معه نطلعها على الهواء في الراديو كانت معه هو. جميل مسوا عليهم ونعيدوا عليهم اكيد. ما دامنا بنعيدوا بنمسوا احنا في فتره اللي جانا فيها في نادي الاتحاد كانت في قامات كبيره موجوده داخل نادي الاتحاد من ضمنها الاستاذ عبد الفتاح زكري، محمد لاور، الاستاذ عبد الله العجمي. فكانوا قامات كبيره هذو، والسيد عز الدين جرناس حتى هو كان هو مدير نادي الاتحاد هو نفس اعلامي كان. انتم حاليا قاعدين في نادي الاتحاد ولا انفصلتوا؟ لا 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 من لما بدينا في التلفزيون خلاص لان الامر ماشي يساعدك يقول بس قاعدين اولادهم يعني لما بيجوكم تكونوا موجودين. لا اكيد اكيد احنا موجودين. اليوم اول ما خشيتوا القناه اول دخولكم الشباب كلهم يقولوا صغار الاتحاد شو صغار الاتحاد فرحانين بكم. اكيد هذا شيء شرف. الرسميه كلها تشجع بالاتحاد. شرف كبير لما انت تطلع من مؤسسه اقدم مؤسسه في ليبيا. نادي الاتحاد تاسس قبل تاسيس حتى الدوله الليبيه، نادي الاتحاد 1944. لما نبدا المجال ونطلع من النادي هذا فشرف لي انا كبير. احنا نمسوا على كل الانديه وكل اصحابنا طبعا. ايه كان نادي الاهلي ونادي الاخرى. مش ما يزالوش باقي الانديه ومشجعي باقي الانديه. احنا باش نرضوا جميع الجماهير ونكونوا احنا ماناش متحيزين لنادي الاتحاد، انا كنت نقدر ناخذ جميع اللاعبين تاع المنتخب في تركيا. تصدق اني انا خذيت نص البرنامج في تركيا ونص الاخر درته في ليبيا باش انا ما يقولوش خذا فئه ونادي معين. انا اضطريت بعد تركيا مشيت لمدينه طرابلس، مصراته، جدابيه وبنغازي. 4 مدن بعد تركيا صورتي ما شاء الله. شيف حننتقلوا لك بعد شويه وحنعرفوا المنيو شنو مدير لنا اليوم، شنو محضر لنا؟ كنت دجاج ورز
شو في ثاني؟ في طبق حلو ولا ما فيش؟ في حلو، في احلى حلو اليوم، في حلو جميل، في حاجه خاصه للشباب، حاجه خاصه للرياضيين بس. حنجوك غادي باذن الله ان شاء الله، تنسون ان شاء الله زونا الخاصه بك. تاخذوا قهوه تو ولا تاخذوا العصير؟ اي يا ريت تحضر لنا القهوه. ما بما انت حضرت لنا القهوه، حنطلعوا لفاصل، فاصل حنشوفوا فيه واحد من البرامج اللي قدموها الشباب في خلال الموسم الرمضاني لهذا العام، ومن بعدها حنرجع ونستقبلوا معنا كوتش نوال، حتنضم لينا في حلقة اليوم، وحنعرفوا منها التغذية السليمة اللي ممكن يحتاجها الصائم خلال شهر رمضان المبارك. أيضا التمارين، هل تختلف الأيامات العادية لرمضان؟ نطلع لفاصل ونرجع مع بعض نستكمل ما تبقى من سهرة وسحور لهذه الليلة. ليبيا بلاد العز، بلاد العز بلادنا الحلوة، عزها فيها، في تاريخها، في جمالها، وفي ناسها الطيبين، من شرقها لغربها، لشمالها وجنوبها. في الموسم الأول من برنامج بلاد العز تحدينا الصعاب وأصرينا على إبراز معالم بلادنا. والتفاخر بالتاريخ الليبي التليد من خلال زيارة المدن الليبية وتوثيق جمالها الساحر والمناظر الخلابة. تعرفنا على عادات وتقاليد كل مدينة وكل زهرة من بستان الوطن الكبير. وخذنا في قصص تخفيها مدننا وحضاراتها القديمة وبجودة فنية عالية. ليبيا قارة وليست مجرد دولة، ليبيا بلاد العز. تاريخ المدينة إلى الآن طبعا هم كيف يحسبوا فيها؟ على حسب الاثار اللي يلقوا فيهم. ففي اخر شيء خلينا نقوله ان يلقوه عمره 4000 سنه، لكن راهو على التاريخ هو معناها قدام لها 2000 سنه قبل الميلاد، اكيد قبل ما يجوا حتى الاغريق الليبي. بالضبط، هي ثالث اقدم مدينه مأهولة بالسكان في العالم. يعني انت عارف شو معنى مأهولة بالسكان؟ أكيد. يعني بالسكان فصل. بالضبط، هذه ثالث اقدم مدينه مأهولة بالسكان في العالم اللي هي قدامس. وكيف هي المدينه يعني مستقرين فيها الناس، مش هي قريه وبيرحلوا منها الناس او يتجولوا. بالضبط، يعني فيها شوارع وفيها فيها شوارع وفيها جوامع وفيها محلات. بالضبط، وتو نزيد نقدموا ونشوفوا في الطريق ان شاء الله. يعني هنا قدامس معروفه، كنت تقول عليها حد لقبه تعرف. بالضبط، لكن بشير هنا تو لاحظنا ان المسافه بدات تضيق شويه. المسافه بدات تضيق كونك انت بدات تخش في وسط الشارع. تو اللي كنا فيه زمان تو حياشك على اليمين يسار. هذا حياش يمين يسار، وكل حوش معروف لي حوش مني صح؟ بالضبط، كل حوش معروف للعائله هذيك فلانه. ايوه بالضبط، فكل ما بتخش انت تزيد تقدم، فاحنا خلينا نقول 7 قبائل. ما شاء الله، تمام، وسبع شوارع. احنا بلهجتنا احنا بلغتنا احنا نقول 7 شوارع. تمام، هذا الشارع جرسان اللي خشينا منه تو، وتلقى فيه الروشن فوقك، هذا منور. منطق، فالمنور هو زي على قولتك. بتلقى واحد قصير وواحد طويل. شنو الفكره منهم انه واحد قصير وواحد طويل؟ لما يكون هذا قصير وهذا طويل اللي هو يقدر يتجدد. فهمت علي؟ كلنا عارفين انه هو سخون يرقى فوق. بالضبط، تقعد شنو متجدد لما تكون هذه طويله وهذه قصيره. ضوي في الشارع اللي يضوي في الليل تلقاهم هنا على حيوط. تاريخ المدينة إلى الآن طبعا هم كيف يحسبوا فيها على حسب. رجعنا من جديد لسهرة وسحور، سهرة وسحور اللي متواصلين معكم فيها في الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان المبارك. سهرة وسحور مكمل معكم طيلة الشهر الفضيل مع نجوم برامج ومسلسلات شهر رمضان على شاشة التلفزيون الرسمية. في كل ليلة سبت واثنين وربحة حنطلع عليكم الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. اليوم معنا زي ما قلنا نجومنا اللي كنا نحاوروا فيهم، نجوم برامج رمضان السنة هذه، مازن مسعود ومحمد مسعود، كنتم منورين أكيد ومواصلين معنا باقي سهرة الليلة. وانضمت لنا مدربة، يعني هي الغريب في الموضوع أنها هي مدربة كمال أجسام ومدربة رياضية وإخصائية في التغذية
السيده نوال العوضي. الله يسلمك. كوتش. الله يبارك فيك. كيف حالك محمد؟ شنو اخبارك؟ مرحبا بك وكل سنه وانت طيبه وصحه فطورك. سلمك. شكرا. ونحب نسلم على كل المشاهدين والحضور وعليك انت محمد والشيف وكل العاملين، ونقول لكم رمضان كريم ان شاء الله ينعاد عليكم وعلى جميع المجتمع. كل سنه وانت طيبه. كويسين. انستينا. الله يانسك. الله يبارك فيك. شكرا على الدعوه الحلوه. دورك مهم جدا انت في شهر رمضان وفي الايام الثانيه. مهم جدا يعني. واهم دور انا نشوفه يعني اهم دور يعني، لان في ناس هلبة مش فاهمين كيف يتصرفوا في الاكل، كيف يتصرفوا في التمارين، كيف الرياضه نتاعهم كيف تكون امتى وكذا، فهي المواضيع حنتكلم عليها ان شاء الله. الاختلاف في المهنه نتاعكم كاخصائيه تغذيه وايضا مدربه سويدي وكمال اجسام النسائيه يعني، تختلف الخدمه نتاعكم والخدمه مع الزباين نتاعكم يعني في رمضان على غير رمضان؟ حتى الوقت، التوقيت، كميه التمارين. في التوقيت تختلف لان الوقت يكون ضيق شويه، فما عندكش هذاك المساحه الواسعه انك انت تتمرني في اي وقت، فعندك ساعتين هما بتتمرني فيهم وتضغطي على نفسك، ممكن بتلعبي يعني كل التمارين مرات في مره واحده في وقت واحد، فهي غلط. ففي اللي يجي يقول لك انا نجي بعد الفطور نتمرن ثلاثة أربعة ساعات ورا بعض. لا غلط، هي حتى 45 دقيقة سادة تكفي. في رمضان 45 دقيقة كافية. كافية، وهي طبعا على حسب الهدف، أمتى نتمرن، قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ هي هنا الفكرة اللي قاعدين الناس كلها مش ضابطينها. يبدو يقول لك أما أحسن وقت نتمرن فيه قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ هي الأفضل إنها تكون بعد الفطور، لأن الإنسان يبدأ عنده طاقة، باور، واكل كويس، مرتاح، جسمه دخلها طاقة حلوة كويسة. هذا بالنسبة اللي يتمرنوا سويدي والزوز يعني. في نفس الوقت ما نقدروش نعممه، لأن في ناس حتى قبل المغرب يقدروا يتمرنوا، عندهم طاقة، عندهم جهد، لأن راقدين كويس، واكلين كويس، البنية والجسم بتاعهم سليم وكويس، فهي ما نقدروش نعممها، هي يعني تكون استثنائية، ما نجيش يعني نقول لك لا خلاص تبدأ عامة، لا صعب. هي الفكرة وين؟ احنا تو حاليا يعني ما احنا لو جانا لفترة الصيام يعني وبعدها الفطور وصلات التراويح وهيك الوقت ضيق، ما عادش فيه وقت ان هم كيف ياخذوا وقتهم للتمارين يعني. بالضبط هذه هي. واحنا طبعا في عيب ان الصلاه مثلا يسكروا بكري شوي، فما تلحقيش، امتى بتلحقي تصلي وتحوسي وتكملي وكذا وبتجي وبتتمرني يعني، ممكن تطلعي بساعه ما زيك حد كانت. انت اليوم قبل ما جيتينا كنت يعني كان عندك حصه. حصه بالمنظر هو وبالزي بتاعي وباللبس بتاعي، مشيت اعطيت حصه وروحت عادي. جاتكم الاقبال النسائي على الصلاه، ثقافه الصلاه النسائيه زادت الفتره زادت الأخير. زادت السنه اللي فاتت، كل سنه سبحان الله تزيد، لو السنه هي زادت اكثر. السنتين اللي فاتوا كان في شويه هم، لكن السنة هي إقبال غير عادي يعني. أنا بجد حاجة تفرح، حاجة تفرح بجديات، لأن الموضوع هو كان موترني. المرأة الليبية كانت هاملة روحها، كانت هاملة روحها يعني، لما تقولي لها رياضة تقول لك آخر حاجة تفكر هو فيها. هو الثقافة هذه ما بين حتى الشباب والبنات، لقينا أن الصلاة انتشرت بشكل كبير، انتشرت بشكل ولد فيها الاهتمام بالشكل العام للصالة، حتى فيها من غير الصالة بتلقى مثلا المساج، القهوة، كل شيء يعني، كل المرافق تلقاها موجودة داخل الصالة. هي ديما نقولهم فيها، نقولها المرأة الليبية ضروري تخصصي لنفسك ساعتين ثلاثة، تكوني أنانية فيهم شوية، تخصصيهم لنفسك، توقفي لنفسك، لان انت لما تكوني انسانه طول الوقت وانت تعبانه وتحوسي وكذا، يبدا انت جسمك مرهق، ما عادش تقدري تعطي للطرف الثاني. الناس اللي معاك في الحوش انت كيف تعطيهم؟ كان انت تعبانه ومجهده طول الوقت، فعادي دلعي نفسك، رفهي نفسك، يا سيدي مش كل يوم، حتى لو ثلاث ايام في الاسبوع دلعي فيهم نفسك ساعتين، اطلعي من الحوس سيبي الدنيا. هو حتى الستريس يتنحم مع الصالات الرياضيه. بالضبط، من جانب ان الرياضه كويسه حتى الضغوطات هي اللي عايشينها، النفسيه احنا ضغوطات عائليه، الشغل، العمل، كل شيء يعني. اغلبهم يجوا يقول لك انا ما عادش يهمني نضعف ولا ما نضعفش، انا اعطيني المهم من ناحيه الطاقه السلبيه اللي فيها وخلص. حنرجع لكل هذه المواضيع، لكن طبعا احنا قبل في الفاصل مش عارف تابعتي معنا ولا لا، برنامج من اهم البرامج اللي تنعرض حاليا على التلفزيونات الليبيه وتحديدا ايضا على التلفزيون الرسميه بلاد العز. بلاد العز برنامج
درتوا في قداش مدينة في ليبيا مازن؟ درنا في هلبة محمد حوالي 30-31 مدينة. أنتوا الفكرة في كل حلقة تاخذوا في مدينة. في مدينة. لو مدينة كبيرة مثلا زي طبرق بنغازي بن وليد هذه حلقة بروح. مثلا فيها مدن كي فسطة تقدر تاخذ منها مثلا زي مدينة الرجبان وقصر الحاج درناهم في حلقة. في حلقة واحدة. يفرنوا القلعة طبعا اليوم يفرنوا القلعة كانت حلقة اليوم. أنا اليوم ممكن ما تابعتش لأن كان عندي تحضير للحلقة. لكن مثلا القلعة أكيد أنتم مشيتوا المدينة القديمة في القلعة. أكيد. أنت كمازن الحمل اللي أنت على كتافك أنك أنت توصل المدينة القديمة بالقلعة بكل تفاصيلها بكل خلينا نقول الإرث الثقافي اللي موجود فيها وتبي توصل للعالم. خذيتها من الباب بتاعها الرئيسي بتاع مدينة القلعة لآخر حاجة للوادي. شفنا الحياش اللي كانت قديمة في منها علي دور فيها علي دورين في قهاوي. فكانت منظمة احنا نحسبها لما تكلم تقول بني قديم فتقول انت تحسبها بني عادي لا كانت منظمة تنظيم قوي مدينة من أجمل المدن بالمحلات بالقهاوي بالمقاهي والشوارع منظمات ولاحظت حاجة ان كانوا حتى مهتمين بالمعاصر تاع الزيتون شبه كل شارع فيه معصرة زيتون كانت موجودة. هو احنا في ليبيا عندنا مجموعة مدن قاعدة مش مكتشفة حتى لنا احنا كليبيين. فالبرنامج هذا حيساعد ان حتى الليبيين يكتشف هذا الشيء اللي اعطانا دافع. من الحاجات اللي ما توقعناهاش وما نعرفوهاش ان في منطقة اسمها الأبرق هذه في الجبل الأخضر القمة بتاع الجبل قريبة على مدينة البيضاء. الناس يقولوا ان في حفرة كبيرة طلع فهواء فقالوا لي برا زورها. الحق اخر يوم بعد ما كملت كل شيء قلت خلينا نزورها هيك بنني نشبحها مش مصورها. فلقيتها حفره كبيره وعميقه العمق بتاعها 168 متر وتطلع في هواء حجري سبحان الله. الحاجات هذه ممكن البرنامج حيوريها لينا كليبيين. في ناس هلبة ما يعرفوش الاماكن هي وفي نفس الوقت ماذا بينا نصدرها حتى للعالم. من الحاجات اللي استكشفتها في البرنامج يقولوا ان مدينه طبرق نحسبها مدينه حدوديه. أمتى وصلنا لمدينة طبرق لا في مناطق بعدها كبيرة فيه بير الأشهاب وهلبة مناطق قصر الجدي وزاوية جنزور. الزاوية هذه منطقة اسمها جنزور غادي زاوية جنزور هذه المنطقة الأولاد دفاع عمر المختار شيخ الشهداء شبحنا الكهف أو المغارة مكان ولادته هو مكان ولادته فهمها. فهذه الشيء انتوا كان البرنامج هذا من غير ان انتوا شغل وتصوير في متعه يعني فيه اكيد في حاجات ما كناش نعرفها في متعه وفي انك تعرف مناطق في ليبيا وتتعرف على ناس. تو زي امس كانت حلقه مدينه درنا شبه درنا كلها كلمتني فعجبتهم الحلقه يكلموا فيها من غدامس يكلموا فيها من شحات من بن وليد. ممكن احنا كمواطنين ليبيين عاديين نتكلم يعرفوا المناطق او نعرفوا المناطق اللي هي الكبيره لبده صبراته شحات المناطق اللي ممكن عليها اصبط غدامس مثلا. لكن في اماكن زي اللي انت ذكرتهم تو كلهم احنا قبل غدامس في ناس تبي تتعرف عليها في مدن فيها تاريخ حتى هي وعراقه قبل غدامس سيناون درج ماترس اوال اللي فيها عند دبان والاماكن هي مش موجوده في اي مكان. يعني مثلا احنا لو جينا على سبيل المثال مدينه غدامس فيها اشياء تتميز بها مش موجوده في ولا مدينه اثريه في العالم. يعني ممكن مدينه لبده او صبراته يعني. في الاثار الرومانيه موجوده في اكثر من مكان بس غدامس هذه حاجه احنا نتميزوا بها ومش موجوده في ولا مكان ثاني. غدامس اقدم ثالث مدينه في العالم مأهوله بالسكان. ونعطيك حاجه ثانيه ان في اكبر مقبره حجريه في العالم موجوده في مدينه شحات نتاع الاغريق 500 قبل الميلاد. شوف التاريخ انت ما شاء الله. وفي كهف الفطيح اكبر كهف شمال افريقيا في سوسة موجود في سوسة ما بين سوسة فأشياء مخفية هذه كلها بانت في البرنامج موجودة في البرنامج وما زال احنا نبوش نقطع التشويق لأن ما زال في حلقات تانية. هم كم حلقة حيكون البرنامج؟ هو 15 حلقة وراه عندي مادة كبيرة وما زال ما قدرتش نديرها في الحلقات لأن زمن الحلقة 25 دقيقة. بايمتى بتعزمونا نديروا معكم جولة في واحدة من الحلقات لو في جزء ثاني بعون الله حيكون في جزء ثاني لأن في مناطق كبيرة ومدن وحاجات ما لحقناش نزورها راهو ليبيا قارة احنا في البرومو قلنا ليبيا قارة وليست مجرد دولة. احنا الجميل في ليبيا ان احنا عندنا رقعة جغرافية كبيرة. يعني حتى تو لما نتكلم احيانا حتى في اللهجة في الكلام في اللكنة بتاعنا يقول لك في لكنة غريبة حد قالها او مثلا كلمة احنا ما تنقالش. لا احنا بالعكس احنا لازم نفرحوا ان عندنا تعدد في اللكنات لان هذا جاي من شني من ان عندنا رقعة جغرافية كبيرة
في كل مكان عندهم عادات خاصة بهم، وهذا الشيء اللي شفناه احنا، وهوية تميزهم يعني. احنا مجموعة دول في دولة واحدة، صح. حتى الاختلاف تو شفناه في المنطقة الشرقية، احنا نحسبوا ان اللهجة كلهم زي بعض، لكن في اختلاف ما بين البنغازي والبيضة، صح، اللكنة تختلف ما بين البيضة ودرنة. اما تو درنة في المنطقة الشرقية لغتهم خاصة، مميزين مميزين، هلبا كلام عندهم خاص بهم هم برا، حتى عندهم الاكلات. ركزت على موضوع الاكلات، عندهم اكله شو اسمها الشربه بتاع لسان العصفور، يديروا فيها زي الرز، وعندهم المتروده. المتروده في المنطقه الشرقيه كامله، فهذه خاصه الاكله هي بمدينه درنا، بس هم يقدموا فيها وضيفونا فيها الاكله هي، وصراحه حاجه حاجه مش, مش عاديه. وطبعا رز بالخلطه، حتى هو بدينا من الخلطه، لا هذاك اساس. هم المنطقه الشرقيه عندهم اكلات خاصه بهم، وعندهم كرم كبير. ايه، من ضمن الحاجات الرز يتفننوا فيه، الرز بالخلطه والعصبان والمكرونه المبوخه اعتقد، وزي ما قالت الكوتش المكرونه في العصبان ما نعرفش ان يضيفوا له في حاجه جديده، يقلبوا في المصران، المصران الشحم، مصران الشحم، يخلفوا الشحم لداخل، صحيح، باش يعطي البنه نتاعها يعطي لداخل. والشيف شو مدير لنا اليوم؟ الشيف مش عارفه، خاطري نعرف حتى انا زعما تبي حاجه رياضيين اليوم، وجبه جميله، والحلو اليوم كريم شوكولا. واو، حاجه تمشي مع رياضيين، هي هذه تمشي زعما يعني شوكولا يعني تونا نشوف ولا اجمل انا حنجيك انا والكوتش هذا، لكن تو هاي زلمه تو المشاهدين اللي مازال ما درتهاش يعني في حلقه الصباح، لكن ان شاء الله اني اليوم وديتكم، لكن ان شاء الله في حاجات حلوه ان شاء الله. حلو، يسلم ايديك في كل الاحوال. انت يوميا موجود في برنامج المطبخ، ايه، الساعه 2 الظهر، ايه، التفاعل من الجمهور، الاتصالات اللي تجيك، شن هي اكثر الاكلات اللي بها الجمهور الليبي انك انت ديرها لهم خلال الحلقات الجايه؟ القلي، اني بعيد عن الكوليسترول، اني ضد الكوليسترول والقلي، نحاول كيف نتفادى ان نخدم، صح، الوجبه لاربع خمس اشخاص بكشيك زيت واحد، كشيك يا محمد هلتي يعني، صح، برافو عليك. لما نجي ندير حاجه فيها دهنيات مثلا او دجاج او حاجه زي هذه، نحذف بالجلده وما نديرش اي نوع من انواع الزيوت، والجلده هي نفسها اللي تنزل تطلع الدهون، هي بروح اصلا مع القلايه الكهربائيه الهوائيه اللي طلعت مؤخرا. حاجه طبعا حتى ممكن اليوم الرياضيين ما يعرفوش، طبعا اني اخصائي تغذيه، ماجستير ودكتوراه في انتاج طعام، ويعني قاموس اي اكله منك. لا معناه الموضوع بيختلف. ايه، فالاكل الرياضيين طبعا مش اول مره نشتغل مع الرياضيين او نقدم لهم وجبات رياضيه، لكن مخضره مني في الحاجات اللي انا بتكلم اكل. لا هو واضح من القوام ما شاء الله عليه، يعني انسان هيلتي وصحي من قوامه وجسمه، ما عندكش ولا نسبه دهون. انت معناتها تو انت تقيمي في طبعا لا طبعا، اي طبعا تقدري تظبطي من الشكل العام للشخص، نظبط الشخص نسبه الدهون، العضلات اللي موجوده فيه. لا مش بالنسبه العضله صعبه، هي لازم تبي تحليل جهاز، لكن الهيئه لما يجيك شخص مثلا ينظبط ان الشخص هو، وديما خدها قاعده ان الشخص اللي عنده دهون في المعده معناها انسان مش صحي. هذه قيسوا بها. ما زلت تضحك لي. ونعطيك فكره، اللعبه الوحيده اللي في الرياضه بتاعت الكمال الاجسام هي اللعبه اللي تعرف بصاحبها اللي مارس كمال الاجسام، هي اللعبه من غير ما انت ما تحكي من الهيئه بتاعتها هي تعرف بها. لكن مرات يجيك رياضي كره قدم، لو مرات ما يعرفش بنفسه انت ما تعرفهاش لاعب كره قدم. صح. لكن كمال الاجسام لما يجي تقول هذا حديد، احنا دوينا على الجهاز اللي الريست هو اللي ينزل اللي يعطيك فيه نسبه الدهون والكوليسترول. الجهاز الانبادي نسموه فيه. يطلع لك هو طبعا في اللي يقول لك ما نعتمدوش فيه اعتماد صح، لكن على الاقل هو يقرب لنا النسب شويه، مثلا الميه في الجسم، الدهون الحشويه اللي تحت الجلد، نسبه العضله كيف، الوزن زاد ولا نقص ولا قاعد زي ما هو. فأني هذا بده موجود حتى في الصيدليات العاديه، موجوده كل صيدليه تخش انت بتوزن نفسك يعطيك ممكن حلو رمزي يعني كويس. لا حلو. وعلى فكره احنا في برنامج بلاد الازرق ما بدناش على الرياضه، شبه نفسه هو البرنامج في حد ذاته انك انت تقدمه هو رياضه، لان ركبنا الجبال ونزلنا الشلالات وشبحنا عيون وفي الصحراء، اما توال الحر واثار رومانيه واثار اغريقيه، فكان الموضوع فيه موضوع صح حركه وجهات وتنقل يعني.
بس كان في متعة جميلة أنا وأنا أتفرج عليكم للأمانة أخذتوني يعني حسستوني وأنني كان عايش معاكم في الرحلة هي. برافو عليكم شباب للأمانة. حلو الله. وللعلم عندنا صديق بعت البرومو بتاع البرنامج بلاد لز بعت لي صحفي ألماني فعجبا اندهل به قال له لو يترجمه لي نعرض طول غادي في المانيا. هي هذا اللي بنتكلم عليه. أنتوا قدرتوا تتواصلوا مثلا مع قنوات عربية على الأقل في محيطنا المغرب الكبير أو مثلا مصر حتى من غير مقابل يعني تعطوهم البرنامج للعرض بس. عندنا فكرة بعد الانتهاء الموسم هو والعرض طبعا مش هنخلوه الموسم هذا يمشي هيك هنديروا له ملخص مثلا 15 حلقة في ساعة ونص زي الوثائقي ونترجموه ونوزعوه على القنوات اللي برا والصفحات اللي في السوشيال ميديا كبيرة. جميل. لكن طبعا ألمانيا شرطت عليا كي شوية بعض الشروط اللي هو انك انت لازم يكون عندك في التنقل بتاعك عنصر نسائي. اما هذه هي اللي عرقلتنا في موضوع العرض الألماني بس. قالوان مثلا ما فيش مرأة تحكي على تراث مثلا تحكي ايه اللي هو مثلا الجانب الخاص بالمرأة مثلا احنا قلنا مثلا مشينا لمدينة تغدامس البيوت داخل اللبس التقليدي داخل البيوت الموجودين والشباب اللي توصلنا معهم مستقبل هذه ما قصروش انت لو شبحت حلقة تغدامس فصلونا فيها تفصيل دقيق وانا كنت نقدر ندير البرنامج 7 و10 دقائق حتى اسهل انتاجه لكن انا نبي نعرف بالمدينه تاخذ حقها المدينه درت 25 دقيقه الحلقه تعرفوا انه في مدينه تغدامس الطرق اللي لوطه للرجال والطرق اللي فوق فوق السطح بتاعهم هو عباره على ممرات للنساء يعني النساء يمشوا فوق السطح والرجال لوطه هذه ميزه مش موجوده الا في مدينه والمطابخ فوق اللي تبي مثلا حاجه من جارتها تكلمها طولك بجنب المطبخ توج تنزل وتطلع للشارع وتمشي جارتها وفي كلهم في البيوت بتاعهم عندهم حاجه دار اسمها الكبه اعتقد صح هيك النطق بتاعها الكبه زي احنا السده يقول ايه الكبه هذه هي الدار اللي تتزوج فيها المراه وفي نفس الوقت لو توفى زوجها قبل ما هي تتوفى يعني تدير فيها العده بتاعتها فهذه موجوده لحد الان ماشيين بها التقاليد العاده هذه قاعده موجوده عندهم في الدرس ومش موجوده يعني في تفاصيل مش موجوده في البيوت العاديه موجوده في مدينه غدامس اختلافات بالمدن اكيد وسبحان الله انت غدامس هي طبعا هذيك المدينه القديمه لكن المدينه الحديثه الجديده هي انت من اول ما تخش تحس في روحك انك انت في غدامس صح قبل ما توصلها بعده كيلومترات تحس يجيك احساس وشعور من الحاجات الموجوده في الطريق انك انت قريب توصل ما عندهم زي البني الغريب عندهم طراز خاصين به ومحافظين على المثلثات هي طبعا المثلثات هذه لها رمزيه احنا توا حاليا مع الدين الاسلامي اوكي مبتعدين عليها لكن هي لها رمزيه لها علاقه ان هي تطرد الشياطين المثلثه هو تطلع فهي رمزيه تاريخيه قديمه لكن مازال هم محافظين على الطراز اللي موجود في كل برنامج ان الحاجات هي من ناحيه ذناس سياحيه مش من ناحيه دينيه لان احنا حاليا مبتعدين عليها احنا مشينا لمدينه البيضه الدين الاسلامي مدينه البيضه مدفون فيها خال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي رويفة خل الرسول مدفون في مدينة البيضة فمشينا لما زرناه ما خلناش من جانب عقائدي لكن من مواضيعها هي غريبة من جانب كمعلم من معالم المدينة معظم المدن الليبية زي ما قلنا مهمشة إعلاميا وهذا الدور اللي كان عليكم نعطيك معلومة ليبيا المدن أنا من خلال توا عندي خبرة في المدن مشينا لها في كرم كبير وجود في كرم غير عادي في جميع المناطق في ليبيا في الرجبان في الصيعان في درج في شحات في طبرق في جميع المناطق لو سالتكم سؤال هيك شويه لو اخترتوا مدينه من المدن اللي انتم زرتوهم في مدن ليبيا وقال لكم عندكم فيها اسبوعين ثلاثه بتقعدوا فيهم كسياحه شو تختار من المدن اللي انت زرتها سوسة عندها شاطئ ساحل جمال غير عادي سوسة تونس لكن سوسة المنطقه الشرقيه سوسة المنطقه الشرقيه سوسة راس الهلال لترون المنطقة هي من سوسة راس الهلال لترون حوض كليوباترا موجود في مدينة سوسة حوض سبحان الله طبيعي خشينا البحر في راس الهلال طبعا نشوف حلقة راس الهلال زرنا البحر نزلنا للشلال طبعا اللي مشهور هو شلال درنا لكن اللي عجبني أكثر الحق شلال راس الهلال لأن راس الهلال جاي لوطة في تنزل لوطة من جبل وارتفاع كبير تو درنا ارتفاع 25 متر هو ممكن 100 حاجه زي هذه الصحراء مشيتوا مشينا يعني الدرج مشينا لأوال مشينا لغدامس ثقافه الصحراء
أعتقد من أهم الحاجات اللي تميز ليبيا، يعني الثقافة الصحراوية هي من أهم الثقافات اللي موجودة عندنا، ونتمنى أن هي توصل بشكل صحيح، خاصة أن فيها مثلا حتى مجموعة مكونات يعني زي الطوارق والتبو وهكي، ناس موجودة من السكان موجودين فيها ويمثلوا شكل معين، حتى في ملابسهم مازال محتفظين بالشكل العام للملابس متاعهم، ويعطوا في هوية خاصة بهم. هذا كله بام من خلال البرنامج بدر موجودة من أكيد خلال. وإحنا في حلقة غدام سلبسنا زي الغدام شفتها. فالحاجات هي حاجات كويسة، وادي تاريخ. في ناس تتكلم تحساب مثلا ليبيا هو عندنا تاريخ، لكن التاريخ مش واضح، مش مبين، مش مهتمين به. ليبيا احنا مدينة شحات اللي قرينا تأسست 500 قبل الميلاد، قبل مجيء سيدنا عيسى ب 500 عام. يعني شوف التاريخ، يعني قبل حتى الفراعنة. وللعلم احنا من خلال الشيء هذا ضبطنا شوية حاجات في التاريخ، ان الملكة البردية كانت تحكم في مصر. عائلة ليبية ديرة كانت حاكمة لمصر في واحد من العهود، كانت تحكم في مصر. صح، فهذه هي ثقافتنا، هذا تاريخنا. تاريخ جميل وورث كبير. كوتش، نعم. يومك في رمضان كسيدة ليبية، كيف قدرت تقسمي وقتك انت ككوتش تمرني معاك، عندك ناس متدربات، ويومك في الحوش كيف قادرة تقسميه في جاري البطل؟ كله جاري ورا بعضه. والله جاري كله ورا بعضه، ما فيش وقت، لدرجة ما نحبش نشوف للساعة أني يجي نوض، وأنني نوض بكري حتى في رمضان عادي تعودت خلاص أن أنا نوض بكري نحوس كذا. نحب أن ما نحبش نقعمز، نحب ديما نشتغل، يعني لازم حتى كان عندي وقت فراغ لا نخلق فيه حاجة، أي حاجة، أي موضوع. وجود كوتش في العيلة هذا مسبب لهم إرهاق، أنهم تبدأ قتلهم عليك، توتر غير طبيعي، توتر غير عادي. يعني أنت إنسانة لو سمحتي شدي روحك لأنك حتى قتلهم في كل في كل أكلة موجودة، تناقض غير عادي. لا مش أحباب إحنا ويام بك يعني مثلا إحنا لو جينا لفطوركم اليوم شو كان؟ عادي ولا علاش الخضار يا محمد؟ والله مشكلة، شربة زي أي حد يضيف شربة عادي، غير أنا الشربة نحب نشوف نطيبها عادي نديرها كلها تمام، لكن لما نجي نرمي مثلا ما نحطوش لسان العصفور، فنضطر ان احنا نديروا طنجرتين، طنجرة فلسان العصفور وطنجرة لمني لي انا. شيشة ولا شنو تحطين؟ مرة شوفان، مرة شيشة، مرة برغل، مرات نديروا شربة عدس الحمراء أو الأسمر. التنوع في الشربات، بس الأكثر حاجة نحب الشربة هي متاع الشوفان ولا البرغل، هذه أكثر حاجة نستمتع بها. ونحط مثلا صدور دجاج، الحم يكون الحم هبرة ما فيش ولا نوع من الدهون. لو حابة مثلا ندير بوريك، ندير طاجين، كله ندير فيه كوشة، ما نستعملوش في القلي نهائي نهائيا، ما نحبوش اكل صحي، كل اكل صحي. وحتى في البنة راهو في فرق، مازال ابن واحلى لما يكون شيء مشوي والاكل صحي، مازال في بنته احلى من المقلي. ونعم مش نوافقها 100%، والله العظيم احلى مطريد باي، لكن الشيء هو فرق في الاكل الصحي، ناكل بالسيف الاكل الصحي، لان كل ماخذين عليه فكره غلط، يقول لك الاكل الصحي ما فيش بنه. لا في، لكن في فرق، في فرق، في فرق بين شربة عدس وفي فرق بين شربة بالحم الخروف. بالضبط. ايه. لا الشحمة والزيت يعطوا بنا الأمان، في فرق كبير. هو في فرق، لكن تعودوا شكل الناس ما فهمتش، لكن هي لما تجي تتعود، حتى تعود ممكن تعودوا. في اللي توا لما ياكل، هو واخذ انه هو ياكل في اللحوم البيضة الدجاج والحوت، أيوة. لما يجي ياكل الحم الخروف يحس بتخمة. ايوه خلاص، لان علاش نسبه كوليسترول هلبة معدي، صح، تكثر الامراض وتكثر الخمول. انت لاحظ لما تاكل وجبه دسمه تحس روحك ماش قادر تتحرك، خمول طول اليوم. احنا المخرج يا ريت يحضر لنا فاصل من احد البرامج اللي موجوده، نبي ننتقل انا والكوتش للكوجينة، فحنطلعوا لفاصل نشوفوا في أحد البرامج لضيوفنا لليوم، ونرجع مع بعض نستكملوا حلقة اليوم من سهرة وسحور. مبروك وكل سنة وانتم طيبين. من لما بدينا في استضافة النجوم وإحنا ماشيين بمحتوى ما فيش خوف أو مؤامرة على الضيف،
اكتشفنا ان في حاجة مهمة لازم نديروها. كان ديما في حاجز الرسميات في الاستضافة. السنة هذه حتكون سنة الرعب والتشويق. مع سيارة مجنونة بندخلوا الضيف في مغامرة بروحهم. مش هتتم المغامرة إلا بعد موافقتنا. حيكون قدامنا أسلوب الإرادة، احنا اللي نضحكوهم واحنا اللي نزعلهم. خلاص قريب انقلبت بينا السيارة يا رب. ولو حاولوا يمثلوا علينا مش حنصدقوا تمثيله، ولو شفنا في عينهم الخوف حيلاقوا جهاز قياس النبض يستنى فيهم. خايف البارا مش قولوا خايف ولا حاجة يا والله. شن رأيكم في التجربة؟ أرجعنا من جديد مشاهدينا لسهرة وسحور. إحنا توه واقفين بحث الشيف، جايين بحث الشيف نشوفوا فيش قاعد يحضرنا. طبعاً إحنا قبل في الفاصل طلعنا شفنا البرومو الخاص بمانو. مانو البرنامج جديد ليكم شباب صح؟ سنة برنامج مانو فكرة جت متأخرة. كان في تعاون بيننا وبين شركة الرائد زيوت شيل، اللي شركة معروفة في إنتاج الزيوت واللي هي وكيل حصري في ليبيا. فدرنا فكرة مشتركة ما بيناتنا أن نختاروا سيارة اللي هي سيارة بطلة بيم. السيارة هذه بطلة كانت في أوروبا وكذا، ومعدلة وفيها تيربو ينتج 550 حصان، حتى الوقود متاحها الإيثانول يعني مش سيارة عادية. فقلنا نديروا مغامرة جديدة ونديروا برنامج ترفيهي في رمضان اللي هو يستضيف النجوم مشاهير من مختلف المجالات، ونديروا معهم جولة ونشوفوا ردة فعلهم. البرنامج مش يومي، أربع حلقات لا أسبوعي. أسبوعي خمسة حلقات. خمسة حلقات وسادسة العيد. للعيد سادسة العيد جيفها أنت ولا ما زين؟ تفرجت عليها ليه؟ قلت فضيع عجبني إن شاء الله أنتوا ليكم هو البرنامج. أكيد لا نبي حلقة معلش لو سمحت. والله صعب شوية رأي السيارة تخوف. الشباب اللي شفناهم في البرومو طبعا عزيز وبشير والحوته كلهم نمسوا عليهم. من عندكم كان كعيب حتى هو احمد كعيب ولي خاف الاصدقاء. حلو حلو البرنامج جدا عجبني. سمير عبود الحيوق والمليكي موسى عبد العليم تو كان معنا، ومحمد السعدي بتاع لاعب كره سله نجم منتخب الليبي. نحيوهم كل لاعب الاهلي طرابلس، كل النجوم اللي كانوا موجودين في البرومو. حلقه العيد تصورت ولا مازال؟ مازال جاهزين. من مجهزي لها؟ خلها مفاجأة. أوه. إنها ما موجودات تو حلقات. حلقة العيد خلها مفاجأة إن شاء الله. حتى تصور في نهاية رمضان يعني. بعون الله. إن شاء الله. هل تتفكر إنه هو يستمر البرنامج هذا؟ أكيد. كون إنه هو مختلف حتى في مواسم خارج رمضان، يعني تفتحوا سيزن خارج رمضان يكون مثلاً أسبوعي. أكيد بعد على طول هو ماشي من صوره، لكن مازن صعب مرات ما يبيش يقول. خلي شوية. أنا نسبق في الأحداث يعني. نسبق في الأحداث. لكن مش هندس لك حاجة، أكيد هتعرف يعني. موفقين. موفقين شباب، وكنتم منورين في ثلاثة برامج. من أكثر البرامج اللي خلينا نقوله إلى جانب أنه هو برامج ترفيهية، لكن تحمل فيها المهنية والاحترام وتحترم عقلية المشاهد الليبي. شيف توني عجبني أول حاجة سلم يديك بهي علي بحداك. أول حاجة سلم يديك لأنه فعلا المنظر رهيب. البرزنتيشن حاجة فوق صحي ولا مش صحي طبعا. على قد ما خشيت المطبخ صحي مليون في المية، على قد ما خشيت المطبخ ما نعرفش ندير الرز الأصمر. لا نديروه هادي هنيك عليه. هو طبعا الشيف مقدم المقادير لأنه هو يطلع الشيف في الظهر وفي الليل، فهذه المقادير كلها تجهزت قبل الفطور، وكانوا المشاهدين معنا على الهواء يتبعوا المقادير خطوه بخطوه. رز اسمر طبعا قال لنا رز اسمر براون رايز يعني اليوم اللي مقدمه لنا الشيف.
هذا خصيصا لكم بما انكم اليوم حلقه رياضيه شوي كويس. ودنا بها الشيف اليوم. عندك هي شنو يا شيف هي؟ هذه حاجه جميله جدا طبعا من المطبخ الاصلي. لا مش يهني يعني هذه سلطه الطرشي اليقطين. هذه اهم شيء لكم انتم بالذات كرديين. سلطه الترشي اللي هي اللي مكونه من القرعه والجزر والجزر والبطاطا للربط زيت زيتون وكرويه والكزبر. هذه من اهم الصلايات. انتم تكلمتوا على عراقه المطبخ الليبي وفي مطبخ جميل جدا انتم نسيتوه، مطبخ الدرناوي. هذا اقدم مطبخ في العالم، مطبخ الدرناوي من اقدم المطابخ العالميه. شيف كانت عنده تجربه، انتم قدمتوا برنامج له علاقه بالسياحه والاثار والمدن. شيف كان عندك تجربه برنامج انك انت تمشي لكل مدينه وتقدم لنا المطبخ نتاعها في حلقه. وقدمت في برنامج بالهنا يا هنا، مشيت ل 38 مدينه في ليبيا. كان نقعد نسمي في اللي ما خطمتش عليه اي مدينه ممكن خطمت. المورود ما يقتصرش بس على اثار ومباني، اكيد يشمل حتى الاكل، اللبس، اللكنه واللهجه. احنا عندنا مدينه جميله جدا يعني في ضواحي بنغازي اللي هي عندك سيدي فرج وبعدها جمينس. جمينس هذه بلاد النعناع يعني بلاد النعناع. نقول لك جمينس ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه جنب سلوك. يعني اني بديت قبل ما تخش بنغازي ممكن 10 كيلو قبل جنب سلوك. احنا بنسال الكوتش بما اني معنا تو، شنو هي الاكله الليبيه الصحيه اللي ممكن نقول عليها صحيه 100% وتكون اكله ليبيه؟ ودي صعب ما فيش. لا حتى البازين مثلا والبسيسه والزميطه والحاجات هذه ما يعتمد. شفته لما تجي مثلا البازين اوكي هو كبازين كعجينه اوكي هذا صحي، لكن اللي حواليه اللي يطيبوا فيه هون الدهان هذا لا مش صحي. لما تجي مثلا تقولي رز مسقي، الكسكسي المسقي، لما يتغير طريقه التطيب نتاعها يولي صحي. لكن طريقه امي وجدي وجداي وحناي وجداها وجداها مش صحيه. كان ما يبداش الدهان يبدا يصب هلبه وتسمعي صوت التشرين كوليسترول يبدا طق 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 تشرين الدهانات هذاك ما نقدرش نقولك صحي. صعب ما فيش الا لما تغيري في طريقه الطهي بتاعها. صح شايف ولا مزبوط. لما تجي مثلا تحطي على البارد طيبي كلها على البارد مش لازم تحرقي وكذا وتديري الزيت. يفرق لما يكون زيت نباتي على زيت زيتون؟ ايه في فرق. ولا هو عدد السعرات الحراريه اعتقد نفسها سواء كان في الزيت النباتي او في زيت نفسها الزيتون. لكن زيت لكن صحيا يفرق. ايه زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت السمسم حلو، زيت الافوكادو، هذا كلها زيت زيوت صحيه وحلوه تدخلها في نظامك وفي جدك. وصايا صوص ممتاز هلبا. الصايم عاده هو احنا طبعا صوم وتصحوا، ولكن الصايم لازم محتاج نصائح تكون عنده مثلا في شرب بعض المشروبات الخاصة اللي هي تساعده انه هو كيف تساعده اليوم اليوم الثاني انه هو كيف يقدر يتحمل ساعات الصيام لان مرات اكثر من 12 ساعة صيام. صح. تو العصاير شوف اللي احسن عصاير مفروض موجودة في رمضان اللي هي تبدا مثلا بالليمون طبيعي ما فيش شيء سكر يعني يكون خالي من السكر او تضيفي له ستيفيا برتقال ليمون. دائما ننصح بسكر ستيفيا المحلى اسمه محلى ستيفيا هذا كويس هلبة حلو. وعندك ستيفيا هذه عباره على سكر العشبه اللي هو المحلى مش المحلى العادي لا ولكن العشبة السكر من عشبه ستيفيا اللي هي يستخدموا فيها حتى اللي يستخدموا في نظام الكيتو. انا مستحيله نعيش من غيرها الحق. الكركديه تكلمت عليه وهو وهو اللي بنقدمه ان شاء الله مشروب غدا ان شاء الله باذن الله يكون الكركديه. قمر الدين هذا الكركديه طبعا لازم نقول حاجه حتى للمشاهدين. القصد الهندي ممتاز. الكركديه يتقدم ساخن بيعلي بيعرف على الضغط، يتقدم بارد بينزل الضغط. هذه لازم يعرفوها. لا يعني يتقدم ساخن يرفع الضغط، يقدم بارد ينزل يعني الضغط. كيف بعدين شو الحل؟ لا ناخذ وسط ناخذ وسط يعني. وفي القصد الهندي وفي عندك كمان في حاجه جميله جدا طبعا في المنطقه الشرقيه وبالذات في يعني نقطه ضعف في المنطقه الشرقيه وبالذات وادي كوف. نزلت لي وادي كوف الخروب. ايوه الخروب ما عرفوش لان لقوني لقط فيه. شديد يا شيف انت قلت لهم والله الخروب هذا بنديروا منه عصاير ناكلوا فيه عندهم منه حتى مشروبه اني نحاول نقدمه لكم. عندهم منه حتى العسل نتاعها العسل طبعا شيف العسل العسل تاع الخروب مختلف بدات منه انا تو في حلقه البيضه
تلقاه واحنا مروحين خطبنا الواد الكوف لقينا العسل خدينا منه العسل الخروب. عسل الخروب نعرفه. قهوة. أيوة. والله. وات جاهز الشيء. هو. للعلم إنه هو هو ينزل في نسبة الدهون اللي في الدم. إيه. أنا قبل ما نختم بنسألكم سؤال نهائي بالنسبة للبرامج البرنامج بتاعكم تحديداً بلاد العزلة ما زرتوا المدن طرقتوا للأكل في البرنامج. تمام طبعاً شيف أنا بديت نص شيف من خلال برنامج بلاد العزلة لأنه كان معي فريق العمل. في الرحلة أنا نقرض وما زني طيب. وأنا شو أنا طيب. مرحوظة. طيب حاجات طبعاً في حاجات دخلتها في بعضها وطلعت بعدين حاجة كويسة. هي أي حد يطيب أي حد يطهي كوتش أي حد هي كلمة شيف تنقال لك أنت تنقال لي أي حد مسؤول أي شخص مسؤول شيف يعني شيف اللي هو المسؤول على الكيتشن أو المطبخ أو كبير الطهار لكن أي شخص ينقال له شيف يعني في مجال عمله والشيف الرسمي اللي في فريق العمل كان عندنا مصور اسمه محمد مفتاح هذا الشيف بطريقة صحيحة التقريد صح نظافة المكان والوعد صح لكن بالا واسع ويطيب وبالا واسع بشوية بشوية يعني هو يطلع لك حاجة النتيجة كانت تكون ممتازة وعلى فكرة درست على المطبخ الليبي كيف في أكل صحي أو لا المطبخ الليبي ما فيش قصدي صعب لأنه مربوط بالحم بالحم كسكسي بالحم رز بالحم بزين بالحم فماشي شيء والحم بيستخدموا في الحم الخروف الوقت معاكم لا يمل وكنتوا اليوم ضيوف شكرا خفاف على قلب المشاهدين اكيد وكنتوا نورتوا اليوم سهره وسحور ونوروني في مطبخي لازم محمد نتمنوا لكم النجاح دائم وانتم مثال احنا قدمناكم اليوم راهو كمثال للشباب ان انتم الجميل في الموضوع قلت لهم ان انتم تصوتوا وتقدموا برنامج مع بعض فهذه فكره جميله اصلا جميلة وفي نفس الوقت برامجكم هادفه ويستاهلوا ان احنا نشجعوا ومميزه وممتعه ويا ريت حتى تكون في تبادل ثقافي على الاقل مع القنوات اللي موجوده في المغرب الكبير ومصر يعني باش برامجكم تطلع للعالم العربي ويشوفوا التميز اللي موجود في بلادنا شكرا لكم مازن ومحمد طبعا الشيف حيسحرنا يا اما انتم جو تنضموا لينا هنا نتسحروا هنا او نجيبوا لكم تنضموا لنا هنا في الكيتشن الخاص بالشيف وشكرا لك عفوا تسلم حميدة شكرا حتى انت تسلم على الاستضافة الحلوة منك زيارة ثانية على الأقل قبل العيد تعطي نصائح يا ريت عادي ما عنديش مشكلة بالعكس نفرح مدى بي شرفتينا وانستينا والليلة كانت جميلة معك فعلا والله ثانك يو شيف صلاح طبعا انت منورنا ديما وكل يوم وصفات شيف صلاح تقدروا تشوفوها من خلال برنامج مطبخ الرسمية ساعتين الظهر الأكلات اللي احنا نقدمه فيها في السحور هي اوريدي عاطي الوصفة كاملة لها بالتحضير من خلال برنامج مطبخ الرسمية شكرا لكم وشكرا لتواجدكم معنا في سهرة اليوم من سهرة وسحور اللي قدمناها لكم على تلفزيون الرسمية نتلاقوا السبت المقبل في سهرة جديدة من سهرة وسحور صحة سحوركم وتصبحون على خير